الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو اخرى عشان متاعي سيريال ريدر. كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي. 2018 يتعدي لكم مزيان وان شاء الله تقرا فيه برشا كتب باهين. بوغ 2017 انا قريت برشا كتب، جودريدز قال 140 ودونك عندي برشا كتب حلوين قريتهم، فما زيدا كتب مش باهين مي ما نعرفش اسكو سي انتريسون باش نحكي لكم عليهم ولا. ان توكا الفيديو هذايا هي الاحسن كتب قريتهم عام 2017، ولا بيتو اكثر كتب عجبوني، لخاطر الكتب اللي باش نحكي عليهم مش بالضروره عندهم قيمه ادبيه كبيره ولا كواك سوسوا. انا باش نحكي لكم على اكثر كتب مستني وشخت عليها هكا وانا نقرا فيها، معناها سي سامبلومون مون ابريسياسيون مون ايشيل دو كيف بيرسونيل. و اون كومونس تو سويت على خاطر بالحق فما باش نبدا بالكتب التونسيه، وانا فرحانه برشا على خاطر فما من لغات الكل ومن انواع الكل. باش نبدا بشاي بن نعناع الوليد بن احمد. الكتاب هذا اللي تري سبيسيال على خاطر فيه 50 قصه قصيره جدا، وكي نقولوا قصيره جدا راهو بالحق معناها فيهم اللي نو ديباس با ان تي باراغراف. الكتاب هذا فريمون شخت عليه، نعرف اللي فما برشا ما يحبوش لا نوفيل القصه القصيره، وانا نرى اللي الميتريز نتاعها اصعب حتى من كتابة رواية، على خاطر يلزمك في قصة قصيرة برشا تنجم تشد القارئ وتعطيها حكاية وتعطيه كان لزم اون مورال وكان لزم اون شوت، معناها يلزم يبدا حاجة هكا يستنى فيها ان مومون دابوتيوز اون كيلكو سورت، اللي هي حاجة ماهيش سهلة بالكل. وانا نرى اللي وليد بن احمد الا بيان ريوسي، على خاطر فما قصص صغيرة لهنا اللي مستني برشا، فما اللي ضحكوني فما اللي خوفوني شوية، فما فريمون جو فوز انكوراج على الاخر باش تقراو كتاب صغرون معناه نتاع تقراوه في ساعتين ولا حتى في اقل، وجو فوا انه il mérite sa place في التوب هذيا. الكتاب الثالث باش يكون مفاجأة كبيرة بالطبيعة، ما تتوقعوش جملة انكم تشوفوه هنا، وهو لو سون ديز انج دو سيني في لي زيديسيون بوبليفريس. بون الحمد لله يا ربي الكتاب هذا الى حد الان يلنا كو دي كريتيك بوزيتيف، معناها اللي قراوه الكل سون ديتيرامبيك، العباد الكل تشوف كان فابولو وان شيدوف وكل باش هكاكا، معناها نجم نقول لكم وفي كل بكل ديمقراطية الشعب، معناها اللي هو الكتاب طيار على الاخر، خاطر مش كان انا جو لو بونس مي سي فري كو ما نجمش ما نقولش اللي هو كتاب عزيز عليا، معناتها يمي تري شير دون فاسون تري سبيسيال، على خاطر الكتاب اللي حضرت عليه معناتها في لي بيريود نتاع الجونيز نتاعو الكل، مي اللي هو كان هكا اون سامبل ايدي اللي نولى كتاب، سيتي اون اكسبيريونس مانيفيك. الكتاب سي ان ثريلر دونك بيان سور لي ا كارتاج، كيما تعرفوا سامي مخروم برشا بكارتاج وكل، فيه ان فولي سيانتيفيك وميديكال تري ديفلوبي زيدا، اما جو فوا لي سي سامبل معناها سي اكسيسيبل ا تو الموند، العباد الكل تنجم تفهمو. فوالا دونك اونكور اون فوا جو فوز انكوراج على الاخر باش تاخذوه. الكتاب اللي من بعد اللي تري سبيسيال زيدا هو الهجرة دو لاب 619، هذوما سي ان كوليكتيف نتاع دي بيديست عملوه مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ، والموضوع نتاعو هو الهجرة، دونك الهجرة هاي شرعية الهجرة شرعية، لي بروبليم تاع لي زيميغري، فيه برشا دي زارتيست معناها كيون كولابوري من تونس من الجزائر من برشا بلايص، يحكي على اللاجئين السوريين، يحكي على اللي يحرقوا، يحكي على سي تري بوينيون سي تري داكتواليتي سورتو، وماهوش غالي ب 10000 يتبيع تلقاوه في القهوه نتاع ليبرتي، دونك جو فوز انكوراج على الاخر باش نشجعوهم لي جون هذوما. مالوغوزمون سني ما فماش روايات عربيه اللي ياسر هكا بقات لي في مخي والكل، مي باغ كونتخ فما الكتاب هذا اللي هو كلمات رديئه لميثم راضي، هما قصائد نثر كيما مكتوبوني والا نصوص معناها قصيره، و كيفاش نقول لكم الاحساس الكل اللي تعديت بهم وانا نقرا فيه، يحكي في نصوص قصيره هكا وبلغه سبيشال معناها على الاخر، يحكي على الحرب، يحكي على الطفوله، يحكي على الاحلام، يحكي على الحب، يحكي سي سي سيتي it was amazing بالحق. الكتاب هذا انا خديته من معهد الكتاب من الستاند تاع جناح المتوسط، ما نعرفش اذا منشورات المتوسط معناتها يتباعوا في مكتبتنا ولا، مي اون توكا هاو جاي معرض الكتاب، ما تنساوش باش تتعديو تاخذوه خاطر ماكمش باش تندموا. الكلاسيكس ما قريتش برشا سنين، مي اكثر واحد بقالي في مخي هو بيان سور جين اير دو شارلوت برونتي، انفان
فاينلي قريتو و اي واز نوت ديسابوينتد. سي فري اللي ندمت اللي ما قريتوش قبل، خاطر حسيت اللي كان قريتو بوتيتر فك في عمر 18 عام راني عجبني اكثر ولا راني حسيتو اكثر ولا حاجه. مي ان توكا سيتي اون ليكتور تري ميموغابل، ما مانيش باش نحكي لكم عليه برشا، ان شاء الله بوتيتر نعمل عليه اون فيديو وحده ولا اون فيديو على سيسترز برونتي ولا على الفيكتوريان ليتراتشر ولا وريفر. حسيلو الكتاب ياسر حلو. اسمين بيزارمون قريت برشا دي رومانس، فيهم كيلكوزون اللي هما باهيين اللي نصحتني بهم صاحبتي ايناس، هي جونغ معناها لا سبيسياليست نتاع لي رومانس وكل شيء. اما الاكثر واحد بقيت نتفكرو هو ات انز ويز اس، معناها سي با اون سوربريز دو كولين هوفر، على خاطر يمكن ات واز سوربرايزينغ اون كيلكو سورت، ما كنتش نتوقع اللي باش نحس هكا، ما كنتش نتوقع اللي هو باش يعجبني اسو بوان. الحكايه نتاعو ما يلزمش نقول لكم عليها شنو هي، جوست لازم تعرفوا اللي تاكلز الحكايه نتاع الابيوز، معناها فيولونس كونجوغال اون كيلكو سورت، مع لا فيولونس مش كان الضرب، حتى السايكولوجيكال ابيوز والكل. علاش عطيتو 5 ستارز؟ معناها اعتبرته لايف تشينجينغ بوكس، على خاطر او فيت الى شونجي غزرتي برشا حاجات. احنا كي نبداو من برا معناها اون سو بيرمي نحكموا على العباد، اون سو بيرمي نقولوا تستاهل هذيك مادام ما خليتش راجلها معناها تستاهل. لهنا يظهر لك قديش احنا معني وي ار جادجمنتال حتى من غير ما نفيقوا، قد ما نقولوا على رواحنا اوني توليرون والكل، وباقي عندنا دي جوجمون خايبين. انا نذكر اللي بكيت برشا في اخر الكتاب، وبكيت برشا وانا نقرا في الاوثرز نوت، معناتها لي نوت اللي كتبتهم هي في الاخر، خاطر كي تعرف هي علاش كتبته والكل، سي انكور بلو توشون. دونك لازم تقراو الكتاب هذايا تقتنموه، حتى كانو ماهوش ان شي دوفر معناها نتاع ليتيراتور، الرايتينغ ستايل ماهوش واو، اما فريمون اتس ورث ات، معناتها اتس ورث يور تايم. Un de mes romans préférés, les plus Les Enfants de Venise de Luca Di Fulvio and Slatkin et compagnie. Luca Di Fulvio a écrit Le Gant des rêves, Inch'Allah, je l'ai lu en 2018. C'est une histoire qui se passe à Venise, le 16e siècle, qui fait une bande d'enfants qui ont fait le roman, qui ont fait le roman, qui ont fait Venise. Ou c'est une histoire qui fait les premiers émois de l'enfance, les premiers amours, les illusions, peine de cœur, fait une histoire de vengeance, donc le suspense des dames loulées, le roi maoujoud, fait des dangers, fait de l'aventure, fait côté le fanatisme religieux, qui fait que nous les juifs, qui fait que nous les chrétiens, la haine de l'autre, la haine du différent, ou. وقداش معناها سا ا دي كونسيكونس والكل، سي سامبلومون مانيفيك. سيتي اون فري اكسبيريونس دو ليكتور، و كواكو معناها الكتاب سي ان ساكري بافي جونغ فيه بريسك 800 باج، إل سو لي سوبر سوبر فيت، لو ستيل دو ليكريتور اي مانيفيك، لي ديسكريبسيون تاع لي زوندروا. Vraiment Venise comme vous l'avez jamais vu. Maintenant je vais vous parler de la géologie Six of Crows de Liber Dogo dans le top Hebeya, où il a le tome 2 exprès. على خاطر قعدت نخمم معناها نحط سيكس اوف كروز ولا كروكت كينغدوم، مي فينالمون جو بونس اللي هذا عجبني اكثر. بيزارمون خاطر العادة ديما السويت معناها التوم 2 تبدا اقل شويه في الكاليتي من الاول، كونتر لهنا جو اللي هو خير حتى من الاول، على خاطر التوم الاول فيه شويه كل لانستالاسيون، فيه شويه تبدا تتعرف على الشخصيات وكل هذايا، مي فريمون دو لاكسيون من الاول للاخر، و اون بلوس الفان It broke my heart, Emma. I loved it so much. Donc, إذا كان تحبوا تبدأوا تقرأوا الفانتسي وما تحبوش على أن تخيك هكا هاي فانتسي with dragons and there's no more monsters وكل، أبدأوا بي بالحق. It's very soft. معناها الورد اللي عايشين فيه ماهوش بعيد باش على عالمنا احنا. الكاركترز مي فريمون معناها الشخصيات الكل باش تحبوهم. ستة شخصيات رئيسية. ياسر 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 حلو الكتاب. Donc, voilà. باش نوصلو للبارتي جرافيكس توا تو سكي بي دي ومانجا والكل. كولوتي دو بينيلوب باجيو شي غاليمار. البي دي هذايا الوغ لا جوني اونتوندو كو دو بيان، و اوغوزمون معناها بور اون فوا جيتي با ديسو.
Je comprends à l'heure le hype les amlettes ou à la khater, vrai pour c'est magnifique. C'est des petites histoires vraies, taransé, achou, que ce soit l'Antiquité ou elle a fait les différentes civilisations, mané, pchtalka ou mille achat fi Afrique, y a qbel, mané, fait quelques kabé l'Afrique, ou kénet malika. Mille achat, mais je vais d'aller na bacha, mané, y a amlette natation, Australie, y a amlette natation, ou l'col. It's very inspiring. Fi on marquait qui sont très drôles, très cocasses, qui m'a l'arquée l'oul, elle est à la fin barbu. هذيا المرأة اللي عندها لحية فيهم حكايات كي سون تري توشانت معناها منهم حكاية نتاع ثلاثة خوات دي ميليتونت مناضلات ونازلوا معناتها وقتها ضد القمع والكل وكيفاش قتلوهم ان اج تري جون فيهم حكايات اللي حاجات باش تفهموها مثلا اول واحدة عملت النوسيون نتاع المايو دو بان كيما احنا نعرفوه اليوم والكل معناتها اللي هما نسى يمكن كي نون با شونجي ليستواغ اما كي اون شونجي لورز ايستواغ دونك كنسي اللي مش بالضروره يحكيوا عليهم في الكتب وفي كتب التاريخ وكل اللي ماهمش معروفين اما تولي تعرفهم ويستحقوا يتعرفوا بالحق دونك فريمون اي كانت ويت باش نقرا التوم 2 و جو فوز انكوراج على الاخر انا خذيت توم كولتوريل جو بونس جو فوز انكوراج على الاخر باش تاخذوه كي نقبلكم المانجا اللي باش نحكي عليه هو Attack on Titan of course نتاع هاجيمي ايزاياما دونك هذيا ليديسيون اسمها ايديسيون كولوسال على اسم التايتن هذا دونك عند بيكا ايديسيون اتاك اون تايتن اللي ما تفرش فيه واللي ما قراهوش نقولو امشي اجري تيليشارجيه وتفرش فيه والا تيليشارجيه واقراه على خاطر سي انو باغاتي اللي لومانيتي ازيتي اوبليجي باش يعملوا هكا حيوت كبار اسوار كبيره باش يحميو رواحهم من التايتنز هذوما وتبدا الحكايه كيف التايتن هذا باش يعمل اون بريش فك السور دونك ما باش ينجموا يتعداو لهم كيفاش لومانيتي باش اي فا سو ديفوندر من دانجي هذايا ومن بعد باش تولي الحكايه اكثر على شنو ما هالتايتنز هذوما منين جاو نجموا تقولوا لي مين ستريم وفما ما خير ودرا شنو هو سي فري بوتيتر اللي هو مين ستريم خاطر سا ان سوكسي مونستر معناه في العالم الكل اما it's worth it it's so 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 worth it le meilleur pour la fin en quelque sorte the best of the best في الجرافيك نوفلز وفي tout ce qui est graphic هو Sandman de Neil Gaiman هذه هي الاديسيون عند Vertigo donc en français des كيما intégrale des volume 1 donc il en خلطه ولا volume 3 في بالي و Sandman it's just perfection فيه fantasy فيه science fiction it's c'est un peu falsifié زيدا فيه برشا réflexion à la condition humaine à la divinité Sandman en fait c'est un des sept infinis les sept infinis هما لي اكبر من لي dieux soit disant les sept infinis de l'univers و هما سبعة يبداو بدد Sandman هو dream هو le dieu du rêve en quelque sorte فما death فما depression فما delirium فما et c'est juste comment vous dire que cette série mon dieu c'est du génie mané pur et dur Voilà donc, c'était tout pour aujourd'hui. Inch'Allah, c'est le top idée à Jobcom. Qu'est-ce que vous avez fait pour le top Jobcom Qu'est-ce que vous avez fait pour le My Worst Books en 2017 Je vous ai dit que je n'ai pas fait pour le top Jobcom. Inch'Allah, Yarabbi, Amkom, Mabrouk. Inch'Allah, nous nous retrouvons très très bientôt. Ciao, ciao, ciao